إذن علم العالمين بكل بساطة يحوي علوماً وفهوماً عظيمة جداً. العرش ليس ضمن العالمين، العرش هو العرش، العالمين يخص الفرش، فكل ما تحت عرش الجبروت فرش الملكوت، بينهما ستار كبرياء وعليه ملائكة يحملون ذلك العرش، والعرش أعظم من الفرش طبعاً، أعظم بكثير. والسماوات العلا في كرسي، والكرسي ذرة في الأفق الأعلى الذي فيه الماء الأول، وكان عرش على الماء كان أي ما زال، ذلك الزمن الأزلي. والله جل في علاه أوجد هذا العالم وخلقه بسره ونوره بطرائق مختلفة. أنا سأفسر لكم على سبيل المثال بكل اختزال وبكل سرعة حتى لا نطيل، وأعتقد أن الوقت قد غلبنا. الآيات التي حيرت العلماء في مسألة خلق هذا الكون، هذا ضمن علم العالمين، هو علم الكون وعلم السماوات. طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلى آخر الآية من سورة الأعراف الآية 54. هذا المعنى من الأيام، وأنا ذكرت مرة كيف بدأ بالأيام، إن عدد الأشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. طيب، بمعنى أن الله جل في علاه عندما بدأ مشروع الخلق أوجد زمنا، في الزمن أوجد أزمنة، زمن أزلي، زمن قديم، زمن سرمدي، زمن أبدي، زمن أمدي، زمن كوني، زمن ملكوتي، زمن عرشي، زمن قلمي، زمن أفقي الأفق الأعلى، زمن السدرة، زمن جنوي، زمن جهنمي. يعني زمن الجهنم على سبيل المثال أبطأ كثيرا كي يتعذب الآخر بشكل أكبر، وهكذا وهكذا إلى أن نصل إلى الزمن الكوني هذا، وفيه أزمنة، زمن الكون عموما، زمن المجرات، زمن الثقوب السوداء التي تلغي الزمن في ظاهر الأمر لكن فيها زمن، وكذلك زمن السنجلاريتي، زمن المفردة التي انفجرت بسرعة مليون مليون مرة وفيها ما فيها، وخرج منها الهيكزون والكواركز وغيرها، زمن الكواركات، زمن الأجزاء الدنيا من الذرة، الزمن الذري، زمن الإلكترونات، وزمن المادة، زمن التركيبات، زمن الخلايا، زمن العقل مثلا، زمن النيورونات، غير زمن الإدراك. الإدراك العقل سرعته 1/100,000 من ثانية، بينما الإدراك هو 1/1,000,000 أو أدنى من ذلك، وإدراك الوعي هو ثانية واحدة، إذا حرك شخص يده بسرعة أكبر فلا ترى ذلك، بينما الذبابة إدراكها الزمني أسرع من عشرات المرات، وكذلك كائنات أخرى. المهم أن هذه أزمنة بين الإدراك الزمني وبين الزمن على حقيقته، ثم أنواع، وثم تجيوب اسمها اللازمان، مثل ما ثم تجيوب اسمها اللامكان، وهي أنه من الانتقال من نقطة إلى نقطة لا تحتاج إلى مسافة، بل هكذا عندما انتقل رسول الله إلى السماوات لو انتقل بالقوانين العادية لاستغرق الأمر مليارات السنوات الضوئية، وعندما نزل وجد قريش انتهت، وجد كوكب الأرض انطمس وقامت القيامة، لكن هو رجع وفراشه ساخن، ولو أنه قضى فقط يسلم على الملائكة لاحتاج الأمر إلى مليار سنة. أنت فقط لو جعلناك مع كل أهل الأرض 6 مليارات أرضي يسلم عليهم سيحتاج ذلك إلى مئات السنوات أو ألاف السنوات، وما بالك بالذي التقى بكل الملائكة وأهل عليين والجنة والتقى ربه إلى غير ذلك من الأمور. هذه كي تفهم أن البعد يختلف، لذلك المهدي في الليلة التي سوف يصلح فيها ويسرى به هي ليلة عند أهل الأرض، ولكن عنده هو سوف يعيش قرونا من الزمن ويتعلم العلوم كلها ويجلس في القلم ويستعيد قدراته التي كان فيها قبل أن يولد، فيدمج كائن ألست بالكائن البشري ويأتي كائن آخر غير الأول وغير الثاني، مثل ما تم أن العصا صارت أفعى ثم لما رجع معا كانت العصا غير العصا وكانت الأفعى غير الأفعى. فهذه الأبعاد لها مقادير، هنالك مقدار زمني ملائكي له مقداره الأرضي. أينشتاين طبعا وصل إلى ذلك، قال الزمن مقادير، والله قال في يوم كان مقداره، على سبيل كان مقداره هي مفتاح السر. فهذه الأيام الستة مقادير، طالما هي كونية فلا بد أن الله أوصل البشر إلى فهم تلك المقادير. عندما قاس العلماء حركة الضوء عندما انفجر الكون كان أحمر مشعا ثم بدأ يخبو ويبتعد، عندما قاسوا ذلك وصلوا إلى أن عمر الكون الاحتمالي هو 14 مليار سنة ضوئية 16.8، وعندما قاسوا الأرض وجدوا أن عمرها 4 مليارات سنة 4.5 مليار، وأن الحياة بدأت فيها 500 مليون سنة،
وانقرضت الديناصورات منذ 100 مليون سنة، وظهرت الكائنات الثديية منذ 200 مليون سنة، وهكذا. فلا بد أن هنالك سرا في هذه المقادير، هذا هو المفتاح. فتعالوا نحسب معا الأيام التي أوردها الله. الأولى ستة أيام، ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه ستة أيام أولى. في الآية الأخرى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. عندما تحسب ثمانية مع ستة تجد 14، والرقم 14 رقم عجيب. إذا كان المهدي سيولد، سيولد في القرن في العام 1400 مثلا، أو فرضنا بدون رقم 14، إن كان مختفيا موضوع آخر. المهم أن كل يوم ذكره الله هو مرحلة، وكل مرحلة تستغرق مليار عام من أعوام البشر. وعليه كانت مراحل الخلق الأولى بعد الانفجار، وكان في زمن سريع جدا، ثم تكون ظهور الكواركات الإيجابية والسلبية وتصارعها مع بعضها، وكانت نسبة الكواركات الإيجابية أعلى، وبعد ذلك الهيكزونات وظهور الذرات النيوترونات والبروتونات والأكوان الموازية. طبعا ظهرت كلها مع بعضها ضمن هذا الانفجار الكبير، ثم جاءت الثقالة. طبعا هم يتحيرون، ثم إشكالية عند ستيفن هاوكينج في نظريته إم، نظرية كل شيء، أنه استطاع أن يجمع بين القوة النووية الضعيفة والشديدة والكهرومغناطيسية، ولم يستطع أن يدمج إليها الثقالة أو الجاذبية، وسنفسر لماذا. إذن هذه المراحل كل يوم بمرحلة، استغرق الكون في مرحلة ما مليار سنة في حالة، مليار في أخرى، ستة مليارات عام كان فيها الكون دخانا ونارا وحرائق وانفجارات، وولدت نجوم وماتت نجوم، ونجوم الكبرى الأولى التي كانت حرارتها بلايير الأضعاف الشموس الحالية، لأن الشمس الحالية لا تستطيع أن يركب فيها مثلا ذرة الذهب أو ذرات الحديد أو المغنيسيوم أو البروتونيوم أو غيرها، لا يستحيل ذلك. والغبار النجمي ذلك ظهر نزل إلى التراب وانتزج به، وفيه من طينة آدم. وعليه حتى العلماء قالوا أنه نحتاج لخلق ذرة، لإيجاد ذرة الذهب، إلى نجم نيتروني أو انتماس نجمين أو مستعر عظيم. لم يستطيعوا فهم ذلك لأنها حرارات وصورات عجيبة. فهذه الحرارة الرهيبة كيف أجريت؟ ما لم يفهمه ستيفن هاوكينج أن الثقالة والمادة السوداء لم تنشأ عن الانفجار، بل نشأ الانفجار فيها. وقولنا هذا نعبر عنه بظن أحدهم أنه فجأة ظهرت نطفة امتزجت فيها بويضة فانفجرت انفجارا جينيا مذهلا، وصارت مضغة وعلقة، ثم صارت جنينا، ثم ظهر الرحم، ثم ظهرت الأم، ثم ظهر الأب، ثم ولد الطفل. هذا كلام غير منطقي. الرحم سابق، وعليه المادة السوداء التي هي 90% من طاقة الكون، منها ومنها قوة الثقالة، سابقة للانفجار العظيم. جعلها في ظلمات ثلاث، فيها طبق ثلاث طبقات، طبعا قطرها 300 مليون سنة ضوئية، هي تعني العدم. وكان خلق الله نورا ثم أعدم بعض ذلك النور بطاقة من الطاقات النورانية، صار أسود، ثم ضغطه جعل عليه ثلاث طبقات، بين كل طبقة وطبقة مليار مليون سنة ضوئية، وهو العدم المعدم. والبوابات التي تظهر هي الثقوب السوداء. النجم النيوتروني عندما ينفجر، النجم عندما يموت يتحول لمستعر عظيم أو نجم نيوتروني، ثم قالوا يتحول لثقب أسود. لا يتحول لثقب أسود، إنما يبتلعه ثقب أسود. الثقب الأسود هو مثل حركة الخضر عندما جلب عرش بلقيس، فالخضر واقف بجانب سليمان مد يده جذا سحب العرش. فعليه عندما يموت نجم يظهر الثقب الأسود أوله في ظاهر الكون. أينشتاين قال يبتلعها ويبتلع الزمن وتسافر في الزمن، لا ليس صحيحا، إنما ينقل إلى مقبرة النجوم والمجرات عندما ينتهي دور مجرة أو نجم، يلقى في المقبرة وهي في الطبقة الثانية الوسطى في المادة السوداء التي تزاحمها يفوق النجوم النيوترونية ويفوق النجوم الهيكزونية. مثلا نجم نيتروني، الأرض عندما تحول لنجم نيتروني يكون حجمها 2 سنتيمتر،
عندما تحول إلى نجم هيكزوني، هو طبعا نظرية ما زالت يتحول إلى حجم مجموعة ذرات، ولكن هذا الانسحاق الموجود يجعل أن المليمتر من تلك المادة بمليارات مليارات مليارات الأطنان، ما لا يتخيل عقلك. لو أن قطعة صغيرة من ذلك العالم، من ذلك تلك المادة سقطت على هذا الكون لدمرته كله. تخيل الطاقة التي فيه، وعليه ملك لو شاء لعجنها كالعجين. ثم يخرج لك شخص في كويكب صغير حجمه حقير، ثم يتحدى رب العالمين ويقول أنا ربكم الأعلى. أي تعلموا ما الذي يفعل هؤلاء الحمقى اليوم عندما أعطاهم الله بعض السفن والطائرات وبعض الأسلحة النووية التي لا تساوي عطسة نجم من النجوم؟ ثم نجم اكتشفوه في مجرة درب التبانة حجمه 4.5 مليار مرة حجم كوكب الشمس، ما بالك في المجرات الأبعد بالنجوم الأقدم. النجوم الأقدم كانت النجم بحجم عنقود من المجرات. المهم، وهذا كله، هذه 300 مليون سنة ضوئية وما فوقها ذرة أمام المادة، أمام السماء الثانية. طبعا السماوات العلا هي هرمية، 7 سماوات انطباقا، والأخرى دائرية. هنا تأتي إلى العين والدائرة، رمز الهرم ورمز العين والدائرة، العين والهرم عند الماسونية، وعلاقة ذلك بالدجال وعلاقة ذلك بالمهدي. هذه أسرار أخرى كانت الحضارات القديمة تعرفها. وعليه المادة السوداء سابقة، وضمنها تم تفعيل هذا التفجير العظيم الذي ولد هذه المادة، ولد العالمين. وهذا ما لم يفهمه علماء فيزياء الكون، يحتاج ذلك إلى كشف من العظيم الحليم. وعندما نتكلم عن الكشف ونتكلم عن هذه المسائل والذين يعاندونها، قلنا لهم الله يقول سرط عين التي ينظر بها، ولكن نزيدهم، من الذي علم أينشتاين أن سرعة الضوء هي تلك السرعة؟ هل عدا مع الضوء؟ هل جرب على الضوء؟ لم يكن يعرف. حتى بعض لبوستلات أينشتاين، بعض نظريات أينشتاين غير قابل للتطبيق. من الذي علم نيكولا تسلا استخدام طاقة الأثير وغير ذلك؟ الله علمه وألهمه، ألهم المؤمن وألهم الكافر لحكمة عنده. هو يمد بني إسرائيل، أمددناكم بأموال وبنين، هؤلاء أعداء الله أمددناك، يرسل الأنبياء، قفينا من بعده بالرسل، وأرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزا، يرسل أيضا، ولله الأمر كله ومنه العلم كله جل في علاه. وتفصيل تلك الآيات عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى، بعد 6 أيام الأولى تم فيها الخلق، تم فيها الإيجاد، السماوات وهذا العالم. في هذه الأزمنة ظهر النسيج السماوي. السماوات العلا نورانية، المادة السوداء تغلق على تلك الطاقة كي لا تشع داخل هذا العالم فتحرقه. عندما يتغير الأمر يقول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تنزع تلك المادة السوداء ويصبح العالم متصلا ببعضه وتشرق الأرض بنور ربه. ثم الإشراق الأول من المهدي، ثم الإشراق الثاني الكامل. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تنزع تلك المادة، وهي مادة العدم. العدم مخلوق، لم يكن الله يجلس مع العدم ثم ظهر الخلق. الله خلق العدم وخلق الإعدام وخلق أيضا الخلق والوجود والموت والحياة. وهذه الطاقة طاقة مظلمة وطاقة فيها الكثير من الشر مشعة، ولذلك العوالم التي فيها عوالم تخضع للقتل وتخضع ليسفكون الدماء، وهكذا قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بحكم الحضارة السابقة 300 مليار كوكب كان عامرا. وهنا أرجع إلى مفارقة فيرمي عندما صرخ ذات يوم وريزيبريوان أين الجميع؟ الجميع يا صديقي فيرمي قد انقرضوا، وبقي منهم فقط يأجوج ومأجوج. وقصة القرنين كانت قبل 100 مليون من ظهور آدم، أي قبل زوال الديناصورات بقرابة 12 مليون عام. المهم أنه كانت كائنات وعوالم ثم أفناها، ثم بعد ذلك أظهر آدم كخليفة أخير في الكوكب الأخير. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن خلق الأرض في يومين، بعد أن هدأت حرارة الكون وبعد موت النجوم الأولى وتشكل المادة، بدأ الغبار الكوني يجتمع بتلك الطاقة، طاقة الثقال الرهيبة والمادة السوداء التي كانت تمتص الطاقات الزائدة عبر الثقوب السوداء. والثقوب السوداء أيضا هي ممرات لبعض الملائكة المشرفين على الكون، بينها بأيدهم للموسعون ثم التوسع. بعد ذلك أعدمت تلك النجوم الأولى، ظهرت المواد الأرضية، وهذا أيضا حدث في عوالم الجن والعوالم الأخرى، لكن بقوانين أخرى وقواعد أخرى، وحدث في العوالم العليا، لأن الملائكة لم تكن تسكن السماء، الملائكة تسكن في سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي تشكيلة مجرية شكلها شكل السدرة، هي عوالم أكبر من هذا العالم، وليست سدرة يعني يفسرها بعض المساكين في التفسير أنه والله هي سدرة ولها نبق بحجم الجمل. يا أخي انظر إلى كوكب كريبتون أو الكواكب المشتري وغيره،
فلذلك أنا أقول لكم كانت تفسيرات دراويش يعني، وذلك مبلغهم من العلم الذين هم يستحقون الإجلال والاحترام، نحبهم نحترمهم لا نسخر من سلفنا الصالح، ولكن نتكلم عمدا عن الذين تركوا أهل البيت ولم يلبوا وصية النبي عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه والله الله في أهل بيتي، وتمسكوا باللحية التي تنمو في ثلاثة أيام وتنزع في ثانيتين، بينما الإيمان الذي جعله رسول الله في قلب بلال لا يمحى بالأيام ويحتاج إلى أعوام لكي ينبت في قلب الإنسان. تركوا الباطن والجوهر وانشغلوا بالقشر، وذلك شأنهم. فبعد 6 مليارات سنة بدأ نشوء الكواكب. قلنا له الأرض ائتي طوعا أو كرها قالت ائتين طائعين، تعني هل تعودون إلى النظام بعد الفوضى بقوة من خارجكم أم بقوة فيكم؟ قالت أي نفذت بقوة داخلي، أودع الله فيها قوة لتنتظم، فتشكلت جواهر الكواكب وهي جواهر نورانية لها مغناطيسيات. وكي أدلل لكم أن السماء الدنيا كلها سوداء، قال جل في علاه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وتعني جعلناها رجوما للشياطين أي استخدمنا المادة النجمية لرجم الشياطين وهي مادة نووية، وعليه في استعمال السلاح النووي هو استعمال تستعمله الملائكة كأبسط ما يكون. بعد أن هدأ الكون قليلا عندها كان الوقت مناسبا لتشكل الأرض. عندما أقول أرض هنا افهموا علي، لو أنك سافرت بسفينة فضاء ونزلت في المشتري، أليس المشتري أرضا؟ أرض وما فوقها. إذن كلمة أرض في القرآن لها معان مختلفة. إذا قال الله جل في علا سيروا في الأرض، فإذا كنت تسير على سيارة أو على طائرة أو على صاروخ يختلف الأمر. إذا عندك سفينة فضاء تسافر للكواكب حين تكون معنا سيروا في الأرض، انظروا للكواكب الأخرى تجدون آثار الحضارات القديمة، وصوروا في كوكب المريخ وجدوا آثار حضارات ويكتمون ذلك وهم متأكدون منه، وجدوا آثار حضارات سابقة ولكنهم كذبون دجلون. وعليه فكلمة أرض في القرآن عندما يقول رب السماوات والأرض، ما الأرض الكويكب هذا الذري حتى يقاس بالسماوات، إنما يعني رب السماوات والكواكب كلها التي في السماء الدنيا وما فوقها، كلها أرض، كل ناري هو نجم، كل عاكس للضوء هو قمر أي لديه 3 طبقات فقط، وكل ما دحي بأعلى من 3 طبقات يصل إلى 9 طبقات أو 7 مثل المشتري 9 طبقات، الأرض 7 طبقات فيها ما فيها من ماء وهواء وما فيها من كلس وما فيها من معادن المهم ومن نار، هذه الطبقات لحفاظتها، ويدور تدور النوى عكس دوران الكوكب، النوى تدور داخله وتدور السهارات النارية داخله ويدور الهواء داخلها، إذا فار التنور فار ذلك القلب باقتراب كوكب آخر بتجاذب مغناطيسي فتفور النار فيفور الماء الذي فيها فيغلي فيخرج، فكان الماء في زمن طوفان نوح حارا، وكان الماء الذي نزل من السماء كانهيار الشلال باردا، فالتقى الماء على أمر قدر، وكانت السفينة تسير في عماء في بخور في غبار في دخان كثيف جدا. المهم أنه بعد 6 مليارات سنة بدأ تشكل الكواكب، دام ذلك كم إذا نظرنا للقرآن الكريم؟ في يومين، أي ظلت كوكب الأرض في حالة من الصهارة مدة 2 ملياري عام. 2 ملياري عام كانت الكواكب كلها، ليست الأرض هذه الأرض البشرية فقط بل كل الكواكب كانت في حالة صهارة، في حالة نارية لا يمكن العيش فيها، وبدأت تتركب وبدأت فيها قطع تتركب هكذا هكذا، لأن القلب ما كيف يحدث الأمر؟ القلب يبدأ في جذب المواد إليه. تخيل الآن الكون فيه نقاط هي قلوب الكواكب، وكل يجذب إليه تلك القطع التي تناثرت من الانفجارات النجوم الأولى والمعادن الأولى، وكان ذلك بإشراف ملائكي ولكن بعناية ربني هو الخالق جل في علاه. طبعا خلق البعض يظن أنه نزل بنفسه، ولا ينزل ولا يصعد، هو الله جل في علاه ليس في مكان حبيسا ولا على كرسي جليسا، وليس في زمن يطويه ولا مكان يحتويه، ولا له نظير ولا شبيه، هذه كلها ترهات، ولكن هو يفسر لك. أما استوى إلى السماء، استوى لم يعني صعد، تجلى على السماء، فتح باب التجلي، فتح قوة في عرشه وتجلى عليها، هذا بمعنى كما تجلى على الجبل. وأيضا فيه جانب بعدي، لو أن الله تجلى على الجبل بمسافة من العرش كما يظنون لاحترق كل ذلك في الطريق، ولكن هو أيضا يستخدم سبحانه وتعالى
أبعاد الكون على ما أراد، وهو تجلي لأنوار ذاته ليس لذاته. على فكرة لو تجلت الذات احترقت الكائنات، لكن تجلي لأنوار الذات، وهذا فرق عظيم. فيوماني ثم بعد ذلك جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، بمعنى أن استغراق الفترة التي تم فيها تسوية الأرض من بداية نشأتها إلى جهوزيتها للحياة عن الكواكب كلها في البداية ثم كوكب الأرض، هذا كانت 4 مليار سنة، وهذا عمر الأرض عند العلماء الآن 4.5 مليار سنة، وظهور الحياة في تلك الخمسة 500 مليون سنة، يتوافق الأمران معا. جعل فيها رواسي من فوقها، نيازك من فوقها، ثم جبالا يشدها، كل الكواكب هكذا كان حالها. ثم جعل لكل كوكب حسب نوع الحياة فيه، لكواكب الجن حسب النوع الناري، لكواكب الكائنات المائية، لكواكب الكائنات التي كانت من قبل العظيمة الضخمة والتي كانت تعيش ملايين السنين. ثم جعل فيها في النهاية جعل آدم، فبدل الأرض أيضا، جمدها وسجر بحرها. السجر بمعنى تحويل البحر بتفجير هيكزوني، ليس نووي بل أدنى من النووي، أي يحول البحر إلى رمل، لذلك الربع الخالي فيه بقايا حيوانات بحرية. بعد ذلك قضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى، طبعا قضاهن هنا بمعنى أتمهن، فهي متوازية مع بعضها أو يدرج بعضها في بعض. فستة أيام أولى، 6 مليارات سنة أولى إيجاد السماوات 7، وكانت خاصة العالم هذا الأرضي كان في حالة فوضى. السماوات 7 لم تكن عن نفس المنهج نورانية ملائكية أسسها غير هذا، ولكن هي أيضا أخذت وقتها. وبعد ذلك 2 ملياري سنة حتى استقرت الكواكب، ومليارين سنة حتى وجدت فيها دعامات الحياة، ومليارين سنة حتى استوى الأمر بالسماوات والأرض فأتمهن، فصاروا 7 سماوات طباقا، 6 موجودات على شكل الهرم، أعلاهن هو الصور، فإذا نفخ فيها فتحت، فإذا فتحت 7 أهرام داخل بعضها، فيها دائرة في الداخل وفيها نجوم صفراء تجد شكل الزهرة، فكانت وردة كالدهان، هذا معنى ذلك. إلى هنا يتوقف برحيلي معكم ضمن هذه الرحلة التي كشفنا فيها معطيات تكشف لأول مرة، لن تجدوها في كتب التفسير، ولم يستطع الذين تكلموا قبلنا في هذه المسائل أن يدخلوا في هذه العوالم، سواء من علماء الكونيات أو من مفسرين اشتهروا في الفترات الماضية، لأنه علم حجب عنهم وكشف لنا، ليس ذلك لتقصيرهم ولا ذلك لفضل عندنا، بل لفضل الله الذي كشف لمن أراد وحجب عن من أراد. وثقوا أن حدثناكم بقطرة من بحر، كل بحر قطرة في بحر آخر، فإن لحظة كشف 1000 سنة تعليم. فالحمد لله الذي ألهم وعلم، والحمد لله الذي لموسى كلم، ولمحمد سلم، وعلى محمد سلم، وصلى الله على حبيبي وسيدي وتاج رأسي ومولاي وجدي وإمامي محمد، سيد الخلق، الحاضر الناظر القريب الحبيب المتجلي المتدلي، وعلى فاطمته وعليه وحسنيه وأبويه وعلى آله وأحبابه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.